يا طيب القلب وينك من غبت عيني ما تلام غنوا الحبيبي. وانا صغير قبل ادخل المدرسه حتى كان التلفزيون في ذاك الوقت يذيع اغاني ورقصات، فكنت احب اصاحبهم اني اطبل على اي شيء، يعني اي اله ما هي موسيقيه يعني حتى، فهذا اثار اهتمام الوالد الله يرحمه، وهذا جننا يعني كل شوي يطبل. فقال لي ايش رايك تتعلم عود؟ هو كان يعزف عود وهو ليس بعازف محترف يعني، لكن في البيت يدندن مع نفسه كده. فتعلمت العود، فكانت هي أول آلة تعلمها كآلة موسيقية أنا. يعني العود كنت في ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي. بداية علاقتي مع البيانو كانت مع الدكتورة سميرة رفعت الله يرحمها، يمكن كان عمري برضو 11-12 سنة. كانت امرأة مسنة، ولكن بمجرد أنها تقعد على البيانو ترجع 50 سنة وراء، سرعة التكنيك وسرعة العزف وسرعة نقل اليد على البيانو،